خريطة سيطرة القوات المشتركة، آخر التطورات وفقا للمصادر الميدانية، تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة سهم الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. استكمال تحرير قرى مديرية حيس وصولا إلى منطقة البغيل شمالا التي تتبع مديرية الجراحي، ومن جهة شرق مديرية حيس تم السيطرة على جبال استراتيجية مطلة على منطقة المرير وتتبع مديرية جبل راس، والتوغل بخط العدين، التوغل في شمال وغرب مقبنة، والسيطرة على قرى ومناطق وصولا إلى قرى البراشة وجبال عزلة المجاعشة والتي انسحبت منها قوات الحوثي ليلة أمس إلى مناطق تتبع محافظة أب وحدودية مع مديرية مقبنة بعد تضييق الخناق عليها. المصادر الميدانية تؤكد أن المعارك مستمرة في شمال مقبنة وشمال شرق حيس باتجاه الجراحي وجبل راس. الخريطة توضح مساحة المديريات: مقبنة اللون الأصفر، وجبل راس اللون الرمادي، وحيس اللون البرتقالي. الخط الأزرق هو خط تقريبي يوضح حدود السيطرة.